طيب نرجع تاني، ويمكن كنت بكلمك يمكن قبل المداخله على مارك فيلمس المدير الفني، هو البلجيكي الجديد تولى المسؤوليه، يمكن لعب مع الفريق 3 4 ماتشات تقريبا، اعتقد 3 ماتشات. اعتقد انه مباراه الاهلي في الظروف دي ممكن تبقى المواجهه الاصعب بالنسبه له. شايف فكر الراجل ازاي، بصماته او السي في بتاعه برده بيقول ايه لو حبينا نقيم الاداره الفنيه للرجاء؟ هو مدرب كويس، مدرب يعني عنده كارير كويس لحد دلوقتي، اشتغل مع منتخبات كويسه، بنتكلم على ايران، بنتكلم على منتخب بلجيكا، راجل عنده كارير كويس، عدد مباريات كمان، عنده خبرات كويسه. شاطرين المغاربه في موضوع اختيار المديرين الفنيين الاجنبيين على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه على فكره، يعني دايما بنشوف اسماء مميزه جدا في الفرق المغربيه، بنشوف اسماء مميزه واداء كويس، واداء يعني كويس. احنا اوقات بنجيب اسماء كويسه بس طلعش اداء كويس. بس هو يعني هم شايف العيب فينا ولا العيب فيهم؟ طيب احنا جبنا مارتن يول ما عملش حاجه. فممكن يكون الـ 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 الاختيار دايما بيكون في كرايتيريا للاختيار. أيوه. ممكن ده اللي بيفرق شويه او اللي بيحسسنا احنا انه الناس دي خلقت حاله او بقى عندها مدربين بتيجي تشتغل وبتقدم حاجه كويسه. هو الراجل اشتغل كويس، اشتغل 3 ماتشات، هو جه بعد ماتش الوداد على طول. ماتش الوداد انتهى بالتعادل 1-1. موقف الفرقتين كمان في الدوري متشابه شويه، بس يمكن الوداد بيتفوق شويه. الوداد اول والرجاء وصيف دلوقتي. الوداد لعب 12 مباراه، الوداد لعب 12 مباراه، الرجاء لعب 13. هو ده يمكن الفرق ما بين الفرقتين، 8 مكاسب من ال 12 حققها فرقه الرجاء. الراجل جه بقى بعد الماتش ده اتعادل اول مباراه، كسب اول مباراه سوريا 1-0، تاني مباراه خسر من اعتقد اولمبيك اسفي، لا فرقه من اعتقد في مركزها ال 14 او 15، خسر منها 1-0 وكسب المباراه بعدها 2-1، واعتقد المباراه الاخيره برده كسب 1-0 في نهايه اللقاء مباراه الشبيبه. فيعني نقول ان هو لسه بيتفرج على الفرقه، كمان كان عنده المجموعه اللي كانت لسه جايه من منتخب المغرب. الموضوع ليه تو سايدز بالنسبه لي، السايد الاولاني دايما بيبقى فيه حماس كده عند المدربين اول ما بييجوا. ايوه. ممكن الحماس ده يكون ايجابي شويه في لقاء زي لقاء السوبر. والجزء او السايد الثاني اللي ممكن يكون نيجاتيف شويه او سلبي، فكره انه بتبقى انت لسه مدرب جديد داخل على الفرقه مش حافظ كل ما اشتغلتش في افريقيا. مارك فيلموتس ده ما اشتغلش في افريقيا. يعني لو اتفرج على الاهلي اتفرج عليه فيديو، لكن ما شافش الاهلي في افريقيا او ما واجهش الاهلي في اي انديه افريقيه قبل كده. بس النادي الاهلي يعني النادي الاهلي عشان عنده باترن في كل حاجه تقريبا في الخطط الدفاعيه والهجوميه، وعنده ثبات في الطريقه من بدايه الموسم، تقدر كمحلل اداء تقعد تتفرج على الفرقه وتطلع الامكانيات بتاعت الفرقه اللي موجوده. أي. تعرف مين اساسي ومين احتياطي، تعرف مين كويس، تعرف مين اللي بيشارك، تعرف عدد دقائق كل لاعب قد ايه، لان في باترن في الفرقه شويه. طب بصرف النظر عن يعني احنا بنواجه تقريبا فرقه جديده، احنا بنتكلم على 13 صفقه او 14 صفقه عملها فرقه الفريق. بس مش رجل. كلهم بيشاركوا. بس مش كلهم بيشاركوا، لا بنتكلم على 4 5 صفقات هي اللي موجوده وبتشارك، وباقي الفرقه هي الفرقه اللي بقى لها 3 4 سنين موجوده مع فرقه الرجاء. صفقات تقدر تقول تقييمك ليها، وزنك ليها، تعوض رحيل لاعبين انا شفتهم كانوا مؤثرين جدا في فرقه الرجاء في السنوات الاخيره، سفيان رحيمي وبيما لونجو، اعتقد ان هم كان ليهم يعني كلمه السر دايما في تحقيق الرجاء المغربي للفوز او انتصارات. لا انا بالنسبه لي فرق الجوده ما بين كوياتي وبين مالونجو طبعا فرق واضح اصلا، يعني لصالح مالونجو كبير جدا طبعا. تقريبا كوياتي 9 مباريات في الدوري سجل هدف واحد بس. أيوة. ما عملش ولا اسيست. بين مالونجو كان طبعا حاله مختلفه يعني. ناحيه الشمال اللي مشي منها سفيان رحيمي الموسم ده محمود بن حليب عامل اداء كويس، عامل عدد اهداف كويس وعدد اسيست كويس، فممكن نقول هو ما عوضش سفيان رحيمي لحد دلوقتي عند الجمهور، لكن انا بشوف ان هو لعيب جاي وبيعمل اداء كويس. طيب عايزك تقرا لنا شكل وطريقه واسلوب لعب واداء الرجاء، نقط الخلل فين او نقط الضعف فين، نقاط القوه فين، في نفس الوقت التشكيل المتوقع، طريقه اللعب اللي ممكن يواجه بيها مارك فيلموتس بيتسو موسيماني في مواجهه السوبر. خلينا نروح لده بالتحليل وبالارقام وقرايتك للمباراه بس بعد فاصل سريع، ونرجع لحضراتكم مع شريف سالم محلل اداء، ونتكلم اكتر، نفرد مساحه اكتر لشكل وأداء الرجاء المتوقع في مواجهة سوبر أفريقيا.